السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديرو كيكه بلا فران اللي غادي نحتاجو ليها. عندي هنايا اطرو ديال الحليب، عندي واحد الحك ديال الجبلي، عندي هنايا 5 المعالق كبار عامرين بمايزينا، عندي هنايا 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، جوج ديال الفاني، عندي هاد بسكوي كويير، وعندي هنايا الكوفيسي ديال الفريز اللي مصيبه في الدار. تقدروا تعوضوا باي حاجه اللي كتعجبكم تقدروا ديروه في بلاصه. في اناء انا درت فيه هذاك الحليب، غادي ندير فيه السكر على حسب الذوق، ومازال ديروا بالحساب الا كنتو غادي ديروا الكوفيتير يعني يكون السكر شويه ناقص. غادي نديروا مايزينا، غنخلطوا هاد العناصر على البارد. دابا الحال بدا كيسخن، دابا كنقلبوا على كيكات وعلى ديسيرات وعلى لي كلاص باش نتبردو فيهم. من بعد ما تجنسو ليا العناصر، دابا غادي ندير الكميله ديالي فوق من العافيه مهيله. هانتوما كي كتشوفوا الخليط اللي درتو فوق من العافيه مهيله، وبقيت كنحركو ما بقيتش هامدة عليه. هذا كي كتشوفوا ولا ثقيل على هذا الشكل، كنصيبو المهلبيه وكي كنصيبو الدسيرات ديالنا ديال طانيطي توصا. غالبا ليكم هاد الفقاعات بداو بحال هكا، لاكريم ديالتنا ها هي وجدات. دابا غادي نديرو عليها هذا الفاني كما العاده. راكم عارفيني دابا تعودتو انا اللي كنديرها هي الاخرانيه، وغنحرك مزيان. وملي حيدتها من فوق من العافيه، دابا غادي نزيد على داك الحك ديال الجبلي كله. بغيتو ديروا الماسكاربون تقدروا ديروه، بغيتو ديروا شي نوع اخر من غير هذا ديال الجبلي تقدروا ديروه، لكم حريه الاختيار. غنخلطو مزيان. من بعد ما خلطت العناصر ديالي مزيان ودخل لي داك الجبن كله في هاد لاكريم، دابا غادي ندوز المونتاج. في اناء ديال الكيكه انا غادي هذا اللي هنايا فيها التقيبه من هنايا، انا دهنته بالزيت. الا كان عندكم ديال السيليكون تقدروا ديروا ديال السيليكون، انا عندي هذا درت ليه شويه ديال الزيت باش انها تعطيني الطوع من بعد اللي نبغي نحيدها من المول. غادي ندير النص ديال الخليط على هذا الشكل، وغادي نجيب هذاك البسكويت كويير لان قسمته بحال هكا على النص، وهنايا شويه ديال الحليب. غادي ندوزو الحليب بحال هكا، وغادي نستفو. حتى نغطي المول ديالي كله هكا هنايا. من بعد ما كملت الدوره ديالي بالبسكوي، دابا غادي نديرو الكوفيتير. الا ما كانش عندكم الكوفيتير تقدروا ديروا بحال دابا الا كان توجد عندكم الفريز ولا اي فاكهه بغيتو تقدروا ديروها على هذا الشكل بحال هكا. غادي نغطي بهذاك الخليط اللي بقى عندي. من بعد ما غطينا مزيان بلا كريم، كنديروا هنايا الطبقه الاخرى حتى هي بالبسكوي. من بعد ما كملنا الدوره ديال هذا ديال البسكويت ديالنا على هذا الشكل بحال هكا، دابا غادي نغطيه وغادي نخليه في الثلاجه واحد المده ديال 4 السوايع حتى ل 5 السوايع، غير بما الكيكه ديالتنا تشد. وغادي نقدموها ان شاء الله، وغادي نديمو لها معكم باش تشوفوها كيفاش كديمو لها. الحلوه ديالي من بعد ما كملت ليا 4 السوايع، غادي ندوز الموس غير من هنا. وغادي نجيبو الطبسيل وغادي نقلبو الحلوه ديالتنا. هيا كي كتجي عرفتيو
يا سلام، غادي نمسح غير شويه ولا بلاش، نخليها بحال هكا. دابا غادي نزوقوها، باش غادي نزوقها غادي ندردر عليها غير شويه ديال الحليب نيدو من الفوق. هاد الشكل بحال هكا، الحلوه ديالتي ها هي وجدات، وكنقدموها ان شاء الله بالصحه والراحه.